السلام عليكم. النهارده هتكلم عن الاكسس كنترول وايرنج كونسبت. الحاجات الاساسيه دي لازم اي حد بيشتغل في الاكسس كنترول او اللايت كارنت عامه يخلي باله في الوايرنج بتاعها. مبدئيا الاكسس كنترول او يعني في اكسس كنترول، ويعني بنفتكر على طول ان هو بيتحكم في دور، فلازم يبقى مقنع في دور الوايرنج. ببساطه جدا مش هشرح اكسس كنترول في الجزء دوت، الجزء دوت الوايرنج بالنسبه لي اهم حاجه في الموضوع ده. لازم تبقى عارف ان في حاجه في مثلا في الاكس كنترول في الباور سبلاي بتاعته بيدخل له انبوت 220 وبيطلع اوتبوت في انواع، في 12 في 24 في 27 28 ايا إن كان. انا ما بتكلمش على الفنيات بتاعه الديفايسز على قد ما انا هتكلم على الوايرنج بس. النهارده الماكسيمم ديستانس ما بين باور سبلاي واي ديفايس، انا بتكلم على اي باور سبلاي بيطلع دي سي 12 او 24 او لغايه 28 عندك، ده لازم اخره 30 متر. بتكون من الواير، وايرنج اتنين كنترول اتنين واير، ومش مطلوب انها تبقى تويستد. تويستد يعني ما يبقوش لافين على بعض، ممكن يبقى عادي جدا ستريت، ومش مطلوب ان هي تبقى شيلدد. والقياسات بتاعتها اللي هو الاي دبليو جي اللي هو الامريكان بتبقى 18، المقابل ليه الدايمتر بتاعه بيبقى ممكن تعتبرها 1 ملي متر، والاريا بتاعتها 8.1 ملي متر. طبعا المستخدم هنا لما تيجي تشتري اي سلك فانت بتستخدم فقط، يعني معظم الناس اللي بتتكلم مثلا بتشتريها في السبلايرز بيتكلموا على الجزء دايما الدايمتر، ما بيذكروش الاريا يعني، الا لو قال لك ملي متر سكوير اللي هو بيقول مثلا تقول له 2 في 1 ملي فهو بيتكلم على الدايمتر. بيتحط الباور سبلاي زي ما احنا شايفين كده اهوت، وبتوصل له وماكسيمم 30 متر و12 فولت اللي هو الاوتبوت. ده طبعا الباور سبلاي في الحاله دي هيبقى واصل للوحه الكارت اللي جوه، فمش محتاج المسافات او كده. انا بتكلم على لو احتاجنا الديفايسز قدام. نيجي بعديها على الار اف ريدر اللي هي راديو فريكونسي ريدرز. والراديو فريكونسي ريدرز دي الاطوال بتاعتها بتختلف حسب البروتوكول اللي هي شغاله. لو احنا شغالين على ويجنت انترفيس فالمسافه عندك من 150 152 لبعض، يعني اخرها 152. لو شغال اوبن سورس بروتوكول ديفايس بروتوكول هو الاو اس دي بي، وده لسه شغال من سنه بالظبط يعني منتشر قوي، ده بيبقى اخر 500 متر. يعني ناس بتقول ان ار اس هو على ار اس 485، لا هو اخر 500 متر لاول ديفايس، اول عن كل الديفايس. لو بتشتغل انترفيس الار اس 485 الماكسيمم ديستانس كيلو 200 اللي هو 1200 متر. عدد الوايرات اللي في الريدرز الاساسي 4، بس انت طبعا ممكن حسب العميل لما بيطلب منك ممكن 8، فانت تامن نفسك من 4 ل 8 وايرز تويستد، مش محتاجين انها تبقى تويستد. شيلدد ضروري يبقى يس يس، لازم الشيلدد علشان الداتا النويز بتاعت الداتا. الاي دبليو جي بتاعته من 18 ل 23، وده يقابلها بالنظام المتر بتاعنا اللي هو متر اللي هو 1 ملي لنص او 6.1 ملي، والاريا لو انت هتكتب بالملي سكوير اللي هي 8.1 لربع. ده الريدر زي ما احنا شايفين كده اهوت سنتي، وبتوصل ايه الكابل المقاسات 8 في 1 ملي، او طبعا لو الراجل لو مش هتاخد كل الكابلتي بتاعت الريدر يبقى 4 في 1 ملي. عند الدور كونتاكت اللي هو بيسموه الدور سنسور، الماكسيمم ديستانس بتاعته الطبيعي 300، بس ساعات في حاجات في بعض الاكس كنترول بيطلب 100، فيبقى من 100 ل 300. النمبر اوف فايل 2 مش محتاج يبقى تويستد، شيلدد يس، اي دبليو جي بتاعه 23، الدايمتر 6.1 ملي يعتبر، والاريا ربع ملي. الباب زي ما احنا شايفين كده اهو بيتوصل، هو بيعرف حاله الباب يعني اللي هو ده الوايرنج. دلوقتي احنا مش في مجال التفاصيل يعني في الجور. في
اكزيت بوتوم، والاكزيت بوتوم ده الماكسيمم بتاعه 300 متر، النمبر اوف واير 2، التويستد مش محتاج يبقى تويستد، شيلدد لازم يبقى شيلدد، اي دبليو جي 22، الدايمتر بتاعه 6.10 مللي، الاريا 3.10، بيتحط بتاع البوش بوتوم. طبعا البوش بوتوم في الحاله ديت هيبقى جوه، يعني لو انت الريدر ده بره فده هيبقى من باب من جوه وانت خارج. يعني البوش بوتوم تيجي بعد دور لوك في عندك نوعين، السترايك لوك والالكتريك لوك. الماكسيمم ديستانس 300 متر، النمبر اوف واير 2، تويستد نو، شيلدد نو، اي دبليو جي بتاعه 18، يعني بتتكلم في مثلا في 1 2 في 1 مليمتر. كماجنتيك لوك اهوت اللي احنا ندخل بعد كده على الالارم ديفايس. الالارم ديفايس دي لو انت عايز تحط سرينة او عايز تعمل الارم اللي هو النور مع، وممكن تحط سرايه برضو. الماكسيمم بتاعته 3، النمبر اوف واير 2، تويستد نو، شيلدد نو، الاي دبليو جي طبعا 18، يبقى 2 في 1 مللي. نفس الكلام كده اهوت سرينا مثلا، اتفقنا نفس 2 في 1 مللي. طبعا هنا بقى انا في هنا يعني بعد ما خلصنا لازم ما انساش حته ال 12 فولت باور سبلاي اللي احنا اتكلمنا عليها، خاص في الباور سبلاي عندك لغايه 30 متر، ده ليه؟ عشان يتوصل ب الماجنتيك، عشان ما تاخدش الباور سبلاي من اللوحه فاللوحه تقع. انما لو عندك سترايك لوك اللي هو السترايك لوك اللي هو في الحته دي، لا مفيش مشكله خالص، ممكن تاخده من اللوحه. وممكن طبعا الباور سبلاي ده جزء منه يروح طبعا للالارم او السرينه، والجزء الثاني يروح يستحسن 12 فولت 10 امبير. كده في انواع الكونفرتر. الكونفرتر ده ما بيستخدمش كتير، بس بعض الاكسس كنترول بيحتاج يتوصل كونفرتر قبل البي سي. ففي حاجه اسمها ار اس 232 كونفرتر، الماكسيمم ديستانس بتاعته من 9 ل 45، يعني اخرها يا 9 يا 45 حسب النوع الاكسس كنترول نفسه. نمبر اوف واير من 2 ل 4، تويستد يس، شيلدد يس، الاي دبليو جي بتاعته من 18 ل 24. وده الكمبيوتر ان هوت لما هنوصل 232 ده يعتبر في ار اس 485، ده بيبقى 2 في 1 ار اس كونفرتر 485، ده عندك لغايه كيلو 200 لو عايز تعمل كونفرتر على الكمبيوتر على طول. نفس الكونفرتر نمبر اوف واير من 2 او 4 حسب الاكس كنترول عايز ايه. تويستد يس، شيلدد لازم يس والانديفيديوال، يعني كل جزء تويستد هو نفسه يبقى مش شيلدد، ودي هنفهمها في الاخر ان شاء الله اخر السلايد. الاي دبليو جي بتاعته 22 ل 24، انت بتتكلم في 2 في 6.10 او 4 في 6.10 مللي. بعد اللي هي في 422، بعض الحاجات ما بتاخدش غير ار اس 425، ودي في الحاله دي بتبقى اخرها 1200 متر وثلاثه وايرز تويستد برضو وشيلد تويستد، ودي تبقى ايه دبليو جي 24، يعني نضرب 3 في نص مللي. ده لو انت موصل الكونفرتر ار اس 422 من الكمبيوتر او من الكونفرتر لحد الاكسس كنترول. 3. طبعا التوصيله العاديه ما بين الكمبيوتر بعد كده اللي هي سويتش،
وده الماكسيمم ديستانس ما بين الاكس كنترول، واي سويتش من 80 ل 100، في ناس تقول 120 بس انا مفضل 100 80. نمبر اوف واير 4، طبعا احنا عارفين ان هو سويتش اللي هو كات 5 او كات 6، ولازم تبقى تويستد وشيلدد، يعني يستحسن طبعا الاي دبليو جي 22. فانت بتتكلم في الدايمتر بقى، هو ده كده. في حاجه اخيره، احنا كده خلصنا. في حاجه مهمه جدا، ان انت في الطبيعه ما بتعرفش تجيب الكابلات الكنترولز ديت. لما تيجي تكلم حد يقول لك انا عندي كات 5 او كات 6، فاحنا لازم نعرف لو حد طلب مننا كات 5 ولا كات 6 هتطلب ايه بالظبط، بحيث ان انت ما تتلخبطش، او انك تجيب حاجات وتطلع في الاخر عشان المقاول او الاستشاري طالب كذا، فانت ما تجيبش حاجات غلط. فدي لازم تعرف كونسبت مهم جدا في موضوع الكات. هي طبعا اللي احنا بنشتغل فيه كات 5، مش محتاج كات 6 خالص. كات 5 لو انت هتحتاج كات 5 تحطه مكان الوايرنج اللي انا قلته ده، فاحنا لازم تعرف ادي سويتش. طبعا قبل ما نخلص، ايه الكات سيمبل؟ كات دي اختصار لكلمه كاتيجوري. طبعا في، عشان كده في كاتيجوري 5 وكاتيجوري 6، يعني كاتيجوري. كات دي اختصار لكاتيجوري، ودايما المنظر ده بيبقى لازم تحفظه، يعني لازم المنظر ده تبقى عارفه، ان في حاجه في رمز هنا بيتحط بينهم سلاش، بعد كده رمز، بعد كده تي بي. اول حاجه لازم اعرف ايه الاختصارات ديت اللي هتحط في المكان ده. لازم نعرف حاجات معينه. حاجه اسمها تي بي اللي احنا بنشوفها ديت، دي اسمها تويستد بير. يعني لما تقول يو تي بي، فتي بي دي معناها تويستد بير، ده معناها شيلد، يعني عليه طبقه شيلد زي الشبكه كده، بيبقى شيلد. يبقى فويل دي بيبقى عامل زي ورق القصدير كده، اللي هو مش مخرم، بيبقى ورق مصمت، وهنعرف شكله عامل ازاي. اليو اللي هي انشيلد، ومنها جت كلمه يو تي بي، انشيلد تويستد بير. نشوف بقى يعني ايه الجزء اللي على الشمال وايه الجزء اللي على اليمين. الجزء معناه اوتر جاك. انت الاربعه تويستد بير بتاع الكات 5 ولا كات 6 بيدخلوا في عليهم جاك من بره، اسمه تويستد واير اللي احنا بنتكلم عليها، وده ادي التويستد زي ما نشوف، اللي هو ده الاوتر جاك، وده الاربعه بتوعنا اللي هم بيبقوا الكات 5. ادي واحد، ادي اتنين مثلا، ادي ثلاثة، ادي اربعه. ده مالناش دعوه بيه، ده اللي هو بيبقى اللي بتقطع بيه، او ساعات بيبقى ارضي حسب نوع الكات. ده اللي يهمنا في الموضوع كله. ناخد امثله على الحاجات ديت عشان ما يطلعش. اللي قدامنا ده اكيد اسمه ايه؟ يو على يو تي بي. يعني ايه يو؟ يعني انا الشيلد بتاع الاوتر جاك بتاعي ده معلوش اصلا شبكه ولا فويل ولا اي حاجه، فيبقى انشيلدد. والسلاش اليو تي بي التويستد بير نفسها يو، يعني دي ما عليهاش اي حاجه، زي المنظر قدامنا ده يو على يو تي بي. اس اف على يو تي بي يعني ايه؟ الاس ديت ادي دي، ادي شيلد، وادي دي، وادي فويل، ده ما احنا شايفين. طب والجزء اللي جوه ده اللي هو ده مش شيلد، يبقى ان يو تي بي، يبقى اس اف على يو تي بي، يبقى المنظر ده. لو قلت اس اف على اف تي بي، ادي الاس هنا في شيلد، وادي هنا في فويل، وهنا كل واحده عليها من الاسلاك دي عليها برضو فويل. طيب اس اف على يو تي بي، ادي الاس، وادي الاف، وادي الانشيلدد تويستد بير. المهم بالنسبه لنا ايه؟ لو حد قال لنا كات 5 ايه؟ انا هستخدم كات 5 ولا كات 6؟ يبقى مهم جدا انت عايز طلباتك ايه؟ انا محتاج اس اف على يو تي بي، ودي قاعده عامه، اس اف على يو تي بي. شكرا مهندس، كان معاكم المهندس عمرو شركه هاي تكنولوجي.